صغيره لقد الحال فطورنا درنا شويه ديال الشربه كما شفتوا غير بالخضار درنا به بالخضار وانتم كما شفتوا واحد شويه ديال الملوين واحد البريري ديال اتاي وفطورنا واجد حتى حاجه ما صعيبه وبالصحه والراحه عليكم خوتي لاباس كي دايرين لاباس عليكم هانيين ان شاء الله هاد النهار نشارك معكم واحد الشربه خفيفه صحيه في هاد العواشر ديال الرجل ان شاء الله اللهم يسر امورنا فيه وربي يتقبل منا الصيام والقيام اللهم بلغنا رمضان ان شاء الله بحول الله ندير واحد الشربه خفيفه نديرو فيها جني وحاس ديال السلم وصحيه في نفس الوقت نديرو غير بجني وحاس ديال الدجاج انا غنديرهم دابا نيت في الطاوه بلا ما نطولش عليكم بزاف عندي هنايا قزبر معدنوس مطحونين وشويه ديال الكرافس دابا نيت نديرهم في الطاوه وعندي هنايا البصله وهنايا عندي البورو حتى هو مقطع صغيور وهنايا عندي العواد هادو راه غير دوك درت فهاد تيكون بسباس هادوك الرويسات ديال البسباس راه هما هادو درت هاد طريفات ديال البسباس هكذا حيت غادي يطيبو راه غادي نحيدهم هادو ديال البسباس وهادو ديال الكرافس هما غادي يطيبو غادي نحيدهم يطلقو غير داك الزبده ديالهم غادي نحيدهم ما هادوك ديال البسباس البسباس هو هذا اللي ما كيعرفوش بحال البنات اليوم ما تعرفوش البسباس بالعربيه معنا كنري العربيه بزاف تيقولوا لي البنات شحال من حاجه ما تيفهموهاش ما فرنساويه المهم هو هذا ما كنعرفش كيسميتو فرنساويه بالنسبه للبنات اللي ما كيفهموش العربيه مدني هنايا غير خيزويه حدا بالنسبه لدات المقادير على جوج ديال الناس عندي بطاطا وحده نص ديال القرعه حقاش القرعه كانت عندي كبيره بزاف حتى هي غندير هادشي كلشي غنديرو في الاول وغادي خوتي العزاز عندي العطريه شويه ديال الملحه وواحد الضمه ديال الكنور ديال الزعفران الحر وشويه ديال البزار شويه سكين زبير وشويه ديال سكين جبير راك ناسيه الخزه وشويه ديال الخرقوم حتى هما غنديرهم دابا هادو ان شاء الله وفي هذا الشيء دابا في النصيب غادي نزيد لها الماء عندي هنايا مطيشه مصدره عندي مطيشه اللي حنا راني درت واحد الفيديو صايبت فيه مطيشه وبغيت نحطو تنصاوبو راه كله تمسح ليا كنت مازال ما كنعرفش المونطي وان شاء الله عاود دابا نعاود ندير لكم مطيشه كيفاش كنصوب بهذه الطريقه انا لا هي ولا الفلفله ولا داكشي اللي كونجولي وغادي ندورها بشويه ديال الشعريه رقيقه اللي بغى يدير الروز اللي بغى يدير محمصه ولا كل واحد باش يدورها باش ما بغى وكاين اللي ما كيبغيهاش كاع فيها لا تدويره لا والو وعندي شويه ديال الكوري هذا الشيء كله غنخليه حتى للتدويره الكوري هو حتى هو غندير فيه واحد المعلقه ان شاء الله نوري لكم الكوري كيجي بالديبه اللي عنده راه زعما يستغناش عليه راه تيجي زوينه تشربها بهذا الكوري واللي ما كي ما عندوش ولا ما كيبغيش ما يديروش المهم هادو حتى للتدويره حتى يطيب هذاك الشيء كله عاد ندير هذا الشيء هذا واحد شويه ديال الزويته بلديه ولا اللي ما عندوش زيت البلديه دير واحد شويه ديال اللي ما عندوش زيت البلديه دير شويه ديال الزيت الروميه انا غندير غير شويه باش ما تجينيش ميدومه بزاف غير هكذا بركه علينا بالنسبه لينا حنا وكل واحد يدير الجهد ديالو كاش خفيفه وصحيه الانسان كيدوق على ما كيعرفش شنو يدير الا كان تيصوم هكا في العواشر وهذا وكيبغي يفرق صيامو شي حاجه صحيه هذه بعدا الانسان تيقيل عطشان وهذا يتجري له شويه في العروق هو هذا غادي نزيد لها الماء غادي نزيد لها نعمر لها هذه بالماء نغطي الخضره بالماء ونخليها تطيب تطيب عاد غادي نزيد لها هادشي اللي بقى نزيد لها الكوري نزيد لها الشعريه للتدويره ومطيشات مطيشات ديال صاوبت انا بيديا عندي كونجولي وهذه ديال اللي مشريتها غير من مصدره خوتي العزاز هاهي ديك لاصوب كي قلنا قبيله نديرو هاد المطيشه هادي بحال كي وريتكم قبيله كونجولي وندير لها هاد المطيشه المصدره ندير طلع شويه الغليان
وغادي ندير هذيك الشعريه والكوري غادي حتى نبغي نسخنها باش نحطها. وغادي نحيد هاد العويدات ديال الكرافس ديالها نتوما شي عندنا هذيك الشعريه اللي قلنا دابا هي طلعت الغليه هذيك الشعريه واحد يدير على حساب اللي بغا يخليها خفيفه ولا يتقلها ولا يما يدير لها الشعريه الرقيقه ديال التفوار هذه خفيفه. اللي بغا يدير الروز اللي بغا يدير الروز يديرو شويه بكري بقاش الروز يشد شويه طيب. ودابا غادي نزيدو هداك شويه ديال داك الكوغي الكوغي راه كيجيبها لذيذة مغديش ندير هادشي كلشي حتى الانسان يدوق الكوغي تيلذها كيجيبها لذيذة صافي تبقى هكدا خفيفة خضيرة مكنطحنهاش كيبغي كنبغيوها تبقى هكدا صحيح شوية عليا شوية على واحد سامينوت راه ما كاملاش وغادي نقص صيامنا وصيامكم وجعلوا في ميزان حسناتنا وجعلوا شفاعة لنا يوم لا دلو إلا دلو إن شاء الله نتلاقاو في جنة الفردوس ونتحبوا لله سبحانه وتعالى وما هادشي كله راه فايت محبة لله هي اللي دايما ونتلاقاو إن شاء الله على محبة الإخلاص وبارك الله فيكم. ما تنساوش اللايك والله يجازيكم بخير ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر بحول الله. أنا غادي نحط لكم التقديم وهانتوما كيما وريتكم القبيله في الجبانه نتو دابا في الزليفه ان شاء الله نحطها هكذا راه كلشي عارف هي الخضيره قريعه يستني كل شويه ديال هكا كتجي خفيفه وكتجي زوينه وبالصحه والراحه وبالصحه